السوشيال ميديا ساعدت كتير ناس انه يظهروا موهبتهم للعالم، ومنهم الفنانة المصرية وئام مجدي يلي بلشت تنشر مقاطع لطيفة كتير وعفوية وهيك كتير كتكوتة مع جدتها قبل ما تستلم ادوار مؤثرة بكتير من الاعمال الفنية. وئام يلي الكل اشاد بروحها الحلوة وادائها التمثيل المختلف، لفتت الانظار في عدة مسلسلات منها حالة خاصة كبرى يلي تميزت فيه بشخصية غرام، هذا كمان لجانب دورها في مسلسل أبو العروسة وغيرها من الأدوار المختلفة يلي رح نحكي عنها مع وئام شخصيا بس بعد هذا الفيديو. اتجوز واحد أكبر مني بأربعين سنة. طب ليه؟ وليه ما تتجوزيش واحد زيك؟ يعني مش زي كبير عندك بخمس سنين. أصل هو لذيذ. ليه؟ لذيذ. لذيذ؟ تتجوزي هتلاقي نيلة. بس يا سيكا. بس يا سيكا. دولارات يا غرام. دولارات وغرام. طب انت اسمي صح الاول. بتعيني ولا عايك الهم طايلني وطايلك ايه؟ اوقات اشوف ملامحك في صورتي في المرايا، اوقات اشوف ملامحك في صورتي في المرايا، واحس الشوق في قلبي واخدني يعني نحن هنكون مع وئام بعد شوي. بس سهى يعني انت انا بحس لهي الممثله كثير عفويه كثير طبيعيه، والاحلى من هيك انه لدغتها كثير حلوه مهضومه يعني وئام سواء في التمثيل عن جد في كل الادوار اللي عملتها، مش لانه والله وئام معنا لا، هو فعلا في كل الادوار يلي بتعملها وئام في الدراما او حتى بالسينما عن جد بتلاقي هيك دور مختلف، يعني صح. عم تعمل الكاركتر بطريقه كثير مختلفه، والفيديوز تاعتها على السوشيال ميديا مع جدتها كثير حلوه وكثير لطيفه، وجدتها يعني مهضومه بشكل مش طبيعي صراحه والحلو انه كيف بتسالها اسئله عن مثلا الزواج عن الرجال، يعني مواضيع، وحلو كتير الواحد يشوف حدا هيك كتير كبير بالعمر عم بتفاعل هيك عم بتفاعل بهيدي الطريقه ويعطي رايه. يعني نحكي مع وئام شخصيا هلا. يلا نحكي. اهلا اهلا يا وئام. اهلا فيكي. اهلا. يعني هلو عاملين ايه؟ نورتينا، مبسوطين فيكي اول شيء. ثانك يو. ميرسي. وتاني شيء انا حابه اقول انه اكثر شيء شهرك فينا نقول هو الفيديوهات مع التيتا يلي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. ايوه بالضبط. لو اجالك عمل مشترك مع جدتك او اعلان، هل ممكن تيتا توافق؟ لا، ولا انا هوافق كمان. دايما بيحصل كده بس انا مش بوافق، عشان هي ما تعرفش اصلا ان هي بتتصور. هي يعني موضوع فور فن، فاهمه قصدي؟ فان انا اطلعها واتعبها وانتوا عارفين الحاجات التصوير بيبقى 18 ساعه والحاجات دي، صح. هتبقى صعبه قوي عليها. صح. احنا بننام بنلعب، مش لدرجه ان انا اطلعها في فيلم او اعلان او كده. شيء عفوي. صح. يعني صحيح. يعني وئام مبدئيا انت زعلتينا لانه احنا بنحبك وبنحب التيتا، بس يعني بالاخر اكيد احنا ما بدنا نغلبها وبدنا صحتها. بس وئام احكي لنا شوي، يعني هل السوشيال ميديا مهدت لك الطريق ممكن للسينما، علما انه احنا بنعرف خالد، يعني خالك خالد الحجر من المخرجين الكبار بمصر، ليه ما مثلا ساعدك بانك تدخلي لهذا المجال؟ ايه ده، دي معلومه خطيره ان انتوا عارفينها. ما بقولهاش انا اصلا، مش بقولها يعني، بقولها بس لو قاعدين اوريدي حد عارفينه. ليه انا اشتغلت معاه مساعد مخرج؟ والصدفه كان في مسلسل شمس كان 2014، انا اوريدي كنت باخد كورسات تمثيل كتير، وكان في واحده بالصدفه ما جاتش قدام ملك اورا، فهو عشان اليوم ده كانوا مأجرين المدرسه فلازم حد يخش يمثل دلوقتي الثمان مشاهد، فقال وئام. بس هو ما كانش عايز يبوش، لان التمثيل مش زي الاخراج من ورا الكاميرا، لا ده قدام الكاميرا، ما كانش عايز يعمل كده. وانا كنت برضو خايفه من فكره اللي هو دي طلعت عشان خالها، فحتى ايفن انا بقالي من قبل السوشيال ميديا بسبع سنين بمثل، لكن الناس عرفتني دلوقتي، فانت عارفه الاحساس بيبقى احلى كده، اللي هو انا بعد 10 سنين. طب وئام، بما انه انت عملتي هاي الخطوه، قد ايه بتشوفي فعليا انه الممثل فعليا هو بحاجه يبدا مشوار الدراما، مشوار التمثيل من نفسه بدون ما يستند لاي مساعدات سواء من ناس بيعرفهم او حتى بيقربوا له؟ بصي، هي اقول لك على حاجه، هو برضو لو الموضوع هيسهل وحد مش عنده موهبه
فهي مش هيستفاد حاجه او هيبقى طول الوقت بيتقال هو بيمثل عشان كذا. فهي فكرة اللي هو لو صدفة ان حد ساعده فسهل عليه الطريق، لو ما ساعدوش كده كده بحس ان البني ادم هيوصل بس ياخد خطوات صح. صح صح يعني ما يبقاش مستعجل. يعني عشان كده دايما بقول لحد لما حد بيقول لي ايه وقام انت السنة دي ما شاء الله والدنيا زبطت، ايه انا بقالي 10 سنين بمثل، فيعني يوم ما تظبط بعد 10 سنين ده حلوة قوي. طب خلينا نحكي شوي عن انا حسميها ميزة عندك يلي هي لدغتك. فينا نقول انه شوي شكلت تحدي لك بالكاستينجز، بس كمان كانت النعمة بمسلسل كوبرا، خبرينا عن هالشي. بصي مش كتير لما بقعد مع مخرج او كده، يتهيألي مخرج واحد او اتنين اللي قالوا لي ظبطي اللدغه، مش دايما بيقولوا لي كده، بالعكس، لان هي مش اوفر قوي، وفي نفس الوقت هم يعني مخرجين او كده بيقولوا ان هي انت ليكي ستايل معين في الكلام، صح، فما تغيريهاش. يعني الناس حبيتك كده، وحتى ايفن في الفيديوز حبيتك كده، فما تغيريش حاجه طبيعتك. فديتني اه، لان كزبره الدغ برضه هو اللي رشحني عشان يبقى الموضوع صح، يبقى الموضوع كوميدي. ففديتني، وبالعكس يعني استاذ احمد شفيق قال لي انا عايزك تبينيها، لان انا طول الوقت بحاول اخد بالي ان هي ما تبقاش اوفر قوي. فاستاذ احمد شفيق قال لي لا، في كوبرا بينيها، زودي الكلام اللي فيه ريه، قوليها براحتك، ما تحاوليش تاخدي بالك، عيشي حياتك. فالحمد لله طلعت ميزه. طب ليه احنا مش حاسين باللدغه هلا وئام؟ ما انا مش عارفه، يمكن عشان بحاول اخد بالي بس شويه. ما تاخديش بالي، انت قاعده معانا عادي، احنا بنحبها وبنحبك زي ما انت. طيب وقام، احنا بنعرف انه انت كمان بتحبي الكوميديا، حدا فرفوش مثل ما شايفين، ليه ما مثلتي يعني ادوار كوميديه قبل هيك؟ مش عارفه، المخرجين بيحبوني في النكد قوي، ما بيحبوني في النكد قوي، يعني دول خاين، دول قتلت قتله، دول اي دور ده كده الموضوع بيبقى بالنسبه لهم تشالنج. بس انا بعمل كده، بحاول ابين ده في الفيديوز بقى. يعني ايه، مش بيبقى فارق لي قوي، بس انا كوام نفسي اعمل حاجه كوميدي، نفسي. حلو. يعني كان بعدين بدي اسالك، يعني هل انت عبالك تعملي عمل كوميدي؟ يعني خلينا نحكي، يعني عملتي فرح ليلى اللي هو اول عمل درامي، وحرام الجسد اللي هو اول عمل سينمائي، خبرينا شو الفرق بين التجربتين؟ ان ده ما كنتش شاطره لا ده ولا ده، يعني لا سينما ولا مسلسل. اه كنت ايوه كنت بساعد مخرج، انا كنت بساعد مخرج، انا بقول لك انا مع استاذ خالد، انا كنت بساعد مخرج. صحيح. وكنت باخد كورسات، فكان اول يعني فكره انت تاخدي ورك شوب غير لما تقفي قدام الكاميرا. فكان وبعدين بتقفي قدام ممثلين يعني فظاع، فيعني مش عارفه اتكلم. يعني انا حتى في مسلسل الشمس كان في مشهد واحد قدام استاذه ليلى علوي، انا حاسه يعني هي كلمتين انا مش عارفه اقولهم، مش قادرة أقولهم. طب أنت كوئام طورتي حالك بالتمثيل من التجارب والأعمال اللي قمت فيها، ولا كنت تاخدي ورش تدريب، ولا التمثيل طورتي من نفسك أكتر؟ خدت ورش كتير قوي قوي قوي. الفيديوز بتاعتي أنا كده فادتني إن أنا بقيت كسرة الإحراج ما بيني وبين الناس. حلو. بعد الفترة بتاعت الكورونا دي كنت بتفرج على كم فيديوز على الإنترنت، حاجات تمثيل ومدارس مختلفة، فهي دي اللي فادتني، ان انا بقيت اشطر من بعد السنه اللي كلنا قعدناها دي ما كانش فيها شغل ولا اي حاجه. بيتهيالي دي فادتني قوي، ان انا كنت بتفرج على حاجات مختلفه على النت. عظيم. اوكي. وهل في مثلا عمل او مثلا شيء صورتيه مثلتي فيه وترك اثر فيكي كتير كبير؟ انا حاله خاصه بالنسبه لي، يعني بحبه قوي. وكقصة كأنا نفسي، فكرة أنا اتعودت الحمد لله إن الناس حباني من زيادة أنا وتيتا، فكرة النجاح الرهيب اللي حصل في حالة خاصة، لا يعني أنا لغاية دلوقتي بقعد أتفرج على مسلسل واللي هو ببقى متأثرة قوي بالمشاهد مع إن أنا اتفرجت عليه، بس أنا حالة خاصة بالنسبة لي مختلف تماما. حلو. طب وقامي، ما انه عم نحكي قد ايه فعليا يعني حاله خاصه كان شيء سبيشال بالنسبه لإلك، بس خلينا شوي نحكي عن الدور اللي بتحسي انه هذا الدور جد بيشبه وقام في حياتها بعيدا عن التمثيل. هي عبير، هي حاله برضو؟ بس انا الشيء؟ مش شبهها ككاركتر. هي هاديه قوي، هي انا مش دي خالص، انا على الله. انا مش الشخص ده تماما، بس ككاركتر كمخاوف كحاجات دي بيتهيألي في تشابه عبير كتير.
وقد ايه مهم انه الممثل يكون عنده حضور كبير على السوشيال ميديا؟ يعني انت بتصوري كمان فيديو مع جدتك ومعروفه بهيدا الشيء كمان. بيتهيألي فكره ان يبقى هي الناس على طول ماسكه الموبايل، فطول ما انت بتسوي نفسك ستوري بتعمل بيبقى الناس متابعاك حبه حياتك بس مش اللي هو تبقى بأفوارة، لأن برضو الواحد 24 ساعة لو موجود، ده بالنسبة للممثلين التانيين، أنا كده كده 24 ساعة موجودة على السوشيال ميديا يعني أنا بصور عادي، حتى الناس بتحب فيا إن أنا دايما بصور لو صحية من النوم نو ميك اب شعري منكوش وبتاع، تلاقيني بصور فيديو بتريق على نفسي اللي هو الناس كلها فاكرة إن ممثلين إيه وأنا بص شوف الحقيقة، فالناس بتحب كده. بس وقام يعني على السوشيال ميديا بصراحة يعني الشيء اللي أنت بتقدميه، يعني بتقدمي مثلا يومياتك، بتعمل الفيديوز مع جدتك، بنلاقي شغلة عن جد حلوة الناس عم تشوفها وبتحبها، بس بكونك في دومين التمثيل عم نشوف كتير ممثلين باختلاف جنسياتهم عم بيدخلوا للسوشال ميديا لحتى يدخلوا لايف وضلهم فاتحين السوشال ميديا طول الوقت، هل هذا الشيء ممكن يحرق من الممثل، يصيروا الناس مش مشتاقين يشوفوه في أعمال؟ أكيد أكيد، حوالي اللايف 24 ساعة او فكره ان انت تنزلي كل يوم حاجه، وفكره ان حياتك، يعني انا عمري ما بصور الايام والنهارده الصبح صحيت عملت كذا وبفطر كذا، لا مش الدرجات دي، غير لو مسافره مكان جديد، غير لو عامله حاجه الناس هتبقى عايزه تعرف انا بعمل ايه مثلا في بلد دي، لكن انا قاعده كل يوم بعرفهم من ساعه ما صحيت لغايه ما بنام، بيتهيالي الموضوع يبقى ممل قوي. صح او خلاص هيبقوا اتعودوا شافوني فمش مستنيين يشوفوني في التلفزيون، يعني خلاص ما احنا بنشوف انا في الموبايل نبص عليك يا عادي. وقام من باب الحشريه حابين نعرف هل عم تحضر شيء لرمضان لغير رمضان؟ شو عم تطبخي لنا؟ لا بصي لغايه دلوقتي لا، بس لسه مخلصه فيلم قصير يعني، وده كان بقى مش كئيب عادي يعني انا من اول الفيلم لغايه اخر الفيلم بعيط دمار تقطيع شرايين والله العظيم، قعدت يومين تصوير يا جماعه بعيط طول اليومين لغايه ما خلص عيني مش قادره يعني. شكرا حضرتي لنا نفسيا. حضرت نفسي، لا والله العظيم ده انا حضرت نفسيا كتير مع اكتن كوتش وبعدها وثيرابيست وبتاع عشان اطلع من كم الكآبة كمان يا لطيف يعني انا مش بحب كده، انا عفويه وبحب ان كل حاجه نضحك ونهزر، فكده ان 24 ساعه قاعده بعيط ده صعب قوي. أكيد. يعني وقام احنا كتير كنا مبسوطين انك كنت معانا في دردشات، وجود لك بكل شيء بتعمليه، واحنا كتير بنحب نشوف لك كل شيء بتسويه. شكرا لك.